كنفوز صراحه المستحق هانيه المسحه الاولمبيه هانيه الاخ ديالنا طارق سكيتيوي والاخوه اللي معاه في الطاقم التقني. كنظن بان النتيجه مستحقه. المنتخب قدم تقريبا 90 دقيقه في المستوى الكبير. كان شويه ديال الهواء في اخر المباراه شيء طبيعي بالنتيجه اللي كانت 2-1. كان شويه ديال الضغط على اللاعبين لكن اهم شيء هو الفوز بدايه موفقه اللي نتمنى ان شاء الله المنتخب يمشي بمباراه بمباراه كما دار المنتخب الاول في كاس العالم مباراه بمباراه. ان شاء الله نتمنى التوفيق ان شاء الله. كنطمحوا كثير ان المنتخب الاولمبي يجيب شي ميداليه ان شاء الله من الاولمبياد ان شاء الله تكون اول ميداليه للمنتخب الاولمبي في الاولمبياد. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. احنا متبعين ونتمنى التوفيق ان شاء الله وتكون شي فرحه ثانيه من بعد كاس العالم ان شاء الله بحول الله. كنتمنى التوفيق السي طارق يعني معروف بالشخصيه ديالو الهادئه مش معروف بالاستقامه ديالو معروف بالمستوى العالي ديالو. كنظن نتمنى له التوفيق صراحه. انا كنت صغير جاوبت في المنتخب الوطني الاول كان يعني نعم الاخ. نتمنى له التوفيق يعني اللي كيخدم تيوصل. نتمنى ان شاء الله المنتخب الاولمبي التوفيق وان شاء الله كما قلتي يجيبوا ميداليه ان شاء الله. ميداليه الاولمبيه تكون اول ميداليه ان شاء الله كما حقق المنتخب المغربي ربيع العالم. ان شاء الله نتمنى ان المنتخب الاولمبي يحقق شيء يونيك للكره المغربيه ان شاء الله بحول الله. صراحه ما نهضرش بزاف لان كان التحكيم صراحه كان يعني اخطاء ولكن اهم شيء هو الفوز. كان انصاف ديال الله عز وجل. تنصفنا كون الماتش سالا جوج غادي يكون القلب القال ولكن ماشي مشكل. الفوز كينسي بزاف د الحوايج. نساو اهم شيء هو الفوز. ثلاث نقاط في الجيب ما كاين مازال الاختصاص اللي غيتكلم على التحكيم. مباراه صعيبه. انا صراحه تفرجت منتخب اوكراني عند المنتخب في المستوى منتخب ايفان تروا عندهم تكوين اكاديمي في اوكرانيا. ما كاينش خوف على المنتخب الاولمبي ان شاء الله غادي يعني بهذا الفوز ديال البارح فان شاء الله غادي يمر للدور الثاني. يعني كل مباراه بمباراه اهم شيء هو يكون فيرمي المباراه اللي دار مع المنتخب الارجنتيني ومباراه بعد مباراه ان شاء الله غيتحسن المنتخب اكثر ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.